النشرة الرئيسية من قناة الجزائر الدولية، وهذه أبرز عناوينها. الناخبون الجزائريون في الخارج يبدأون التصويت عبر 117 مكتب اقتراع في مختلف أنحاء العالم. مكاتب تصويت تضع آخر اللمسات لاستقبال ناخبين، وإجماع لدى الجالية الجزائرية على اعتبار الاقتراع محطة لتعزيز الانتماء للبلاد. تجمعات شعبية كبرى عشية الدخول في الصمت الانتخابي للرئاسية الجزائرية. مدير حملة المترشح الحر تبون يؤكد الالتزام بضمان الأمن المائي للبلاد، وحسن الشريف يتعهد بصيانة الحريات في ظل التحولات والإكراهات. ثمانية وأربعون شهيدا فلسطينيا إثر ثلاث مجازر صهيونية جديدة في غزة خلال 24 ساعة. الاحتلال يرتكب مجزرة أمام مدرسة تؤوي نازحين في مخيم جباليا. أونروا تؤكد تدمير الاحتلال أكثر من 70% من مدارس الوكالة. والمقاومة تبث الرسائل الأخيرة لستة أسرى صهاينة قتلهم الاحتلال في القطاع. ثمانية عشر شهيدا فلسطينيا جراء العدوان الصهيوني المتواصل على جنين ومخيمها لليوم السادس تواليا. قوات الاحتلال الصهيوني تقتحم مدينة طول كرم وتحاصر مستشفيين، وكتائب القسام تتبنى عمليتي الاقتحام والتفجير قرب الخليل وتعلن استهداف قوة صهيونية في جنين. الخارجية الفلسطينية تتهم نتنياهو بعرقلة اتفاق الهدنة لإطالة حرب الإبادة والتهجير. الرئيس الأمريكي يؤكد أن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى، ويدرس تقديم مقترح نهائي للصفقة في غضون أيام. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى التفاصيل، والبداية بملف الانتخابات الرئاسية في الجزائر بعد الفاصل. يواصل الجزائريون المقيمون في الخارج الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المسبقة عبر مكاتب اقتراع موزعة على القارة الخمسة. وغلقت جل مكاتب التصويت أبوابها في يومها الأول الذي شهد إقبالا معتبرا للناخبين على صناديق الاقتراع، وهي العملية التي تستمر إلى يوم السبت المقبل. وحددت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر 117 مقرا دبلوماسيا وقنصليا كمراكز انتخابية للجزائريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم. وذكرت السلطة في بيان لها بأن افتتاح مكاتب التصويت سيكون اعتبارا من الساعة 8 صباحا إلى غاية 7 مساء وفقا للتوقيت المحلي، على أن تجرى عملية تصويت الناخبين والناخبات الجزائريين المقيمين في الخارج خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 7 سبتمبر الجاري. ولرصد مجريات العملية الانتخابية في يومها الأول للجالية الجزائرية في عدد من عواصم العالم، نربط الاتصال بشبكة مفادينا من تونس أم الخير حميدي، ومن العاصمة البريطانية لندن إسلام صيد، ومن فرنسا فيصل صلاح. أبدأ معك أم الخير حميدي من تونس، بداية كيف تابعت سير العملية الانتخابية في يومها الأول؟ نعم سوسن، من المفارقات أننا كنا في صباح في أجواء حارة جدا، وفي المساء رياح ودرجة حرارة باردة. على العموم
بالنسبة لليوم الأول من الاقتراع، كما ذكرت أغلقت مراكز الاقتراع أبوابها على الساعة 7 مساء، أي قبل نحو ساعة من الآن. يمكن إجمال هذا المشهد في 4 نقاط أو 5. بداية بالنسبة لإقبال الجزائريين على الاقتراع في اليوم الأول، شاهدنا إقبالا كثيفا للجزائريين في اليوم الأول على الأقل في الدائرة الانتخابية والمراكز التي قمنا زرناها اليوم. أيضا هناك حضور كبير لفئتي النساء والشباب الذين شاركوا بقوة في الاقتراع في اليوم الأول، ولكن أيضا سوسن هو مشهدين رأيتهما الأكثر ربما تأثيرا أو أكثر ما لفت انتباهي اليوم، وإن كان يظهران بسيطا ولكن يحملان دلالات كبيرة. المشهد الأول هو عجوز قارب عمرها القرن إلا أنها أثرت الحضور والإدلاء صوتها رغم درجات الحرارة الكبيرة التي كانت تشهدها تونس اليوم. وأيضا هو ظهور أو جلب الجزائريين وإحضار أبنائهم معهم إلى مراكز الاقتراع، كل هذا فيه دلالة على أن نسبة المشاركة في هذه المرة ستكون كبيرة جدا، وهذا مقارنة بالموعد الانتخابي السابق، وهذا ما يشير إلى أن العملية الانتخابية وإن تمت أو إقبال الجزائريين والهيئة الناخبة في تونس إلى مراكز الاقتراع بهذه الوتيرة، فالأكيد أن نسبة المشاركة سترتفع، خاصة وأنها ستستمر طيلة 7 أيام. بالنسبة للنقطة الأخرى سوسن، هو أن الناخبين الجزائريين هذه المرة يعني يعطون أهمية كبيرة لهذه العملية، ويدركون جيدا أن رئاسيات هذه المرة مهمة ومفصلية، بل تعد حسبهم انتصارا للمسار الدستوري. أيضا هناك إشادة بما تم إنجازه وبالتطور الملحوظ على مختلف المجالات للجزائر، وبالتالي كل هذه المؤشرات تشير بأن الجزائريين سيشاركون بقوة في هذه الانتخابات. جيد. نعم، أمر الآن إلى العاصمة البريطانية لندن لنقف على مجريات العملية الانتخابية في يومها الأول. إسلام صيد، كيف تابعت مجريات العملية الانتخابية في بريطانيا؟ نعم زميلتي سوسن، وصلنا لختام اليوم الأول من الانتخابات الجزائرية هنا في على مستوى القنصلية الجزائرية هنا بلندن. القنصلية هنا أغلقت أبوابها حوالي الساعة 7 مساء. اليوم الأول كان حافلا وشهدنا إقبالا متفاوتا بالنسبة للمشاركين هنا في اليوم الأول من الانتخابات، ولاحظنا أيضا نشاطا وارتفاعا تدريجيا بالنسبة لمشاركة الناخبين. الأجواء أيضا كانت منظمة وسارت بشكل سلس وآمن، هذا راجع أيضا للجهود المبذولة من طرف السلطة الناخبة هنا المسؤولة عن مركز الاقتراع هنا في القنصلية العامة الجزائرية في لندن. غدا سوف يكون يوما جديدا وفرصة جديدة للمشاركة أيضا في هذا الاستحقاق الانتخابي، وهذه الدعوات التي ظلت تراودنا طيلة اليوم من طرف المشاركين الذين يشجعون على المشاركة في هذه الانتخابات. نعم إسلام، إذن كان إقبالا معتبرا في العاصمة البريطانية. انتقل الآن مباشرة إلى العاصمة الفرنسية باريس ومفد قناة الجزائر الدولية فيصل صلاح، ما أبرز ما ميز العملية الانتخابية في فرنسا في يومها الأول؟ مساء الخير سوسن. أولا الصورة واضحة، المشهد رائع والرسالة وصلت. الجالية الجزائرية شاركت بقوة هنا في الانتخابات الرئاسية في أول يوم، اليوم الذي صادف الدخول المدرسي هنا في فرنسا. شاهدنا رضا كبير جدا من الجالية التي قصدت المكاتب الاقتراع، شاهدنا الفرحة، شاهدناهم يؤدوا واجبهم وحقهم يعني الدستوري في
الانتخاب. اليوم كانت الأمور سلسة جد منظمة، 63 مكتب منها 24 مكتب خارج القنصليات. نعم. اليوم نقدر نقول أن اليوم يوم ناجح جدا بالنسبة للعملية الانتخابية. الجزائر هي ما تهم الجزائريين الذين يقطنون هنا بباريس وضواحيها، هم يريدون أن يكونوا جزءا من مشروع الجزائر، الجزائر الجديدة. نعم، شكرا جزيلا لك فيصل صلاح موفد قناة الجزائر الدولية إلى باريس، وأم الخير حميدي موفدة قناة الجزائر الدولية إلى تونس، وإسلام صيد موفد قناة الجزائر الدولية إلى لندن. شكرا لكم جميعا. وبدورها شهدت مراكز الاقتراع عبر مختلف المقاطعات في فرنسا الاثنين توافدا كبيرا من أبناء الجالية الجزائرية رغم تصادف الاستحقاق الانتخابي مع أول أيام الدخول المدرسي في فرنسا. وتحصي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر 18 لجنة في فرنسا لوحدها تعطر من خلالها عملية التصويت التي تستمر 6 أيام ابتداء من الاثنين إلى غاية السبت المقبل، فيما أعلن منسق سلطة الانتخابات في منطقة جنوب فرنسا فتح 62 مكتب اقتراع في المنطقة لتقريب العملية الانتخابية من الجالية الجزائرية المقيمة بمختلف مدنها. هذه المشاركة مهمة للجالية تاعنا، سورتو للشباب تاعنا اللي راهم ساكنين هنا باش يعرفوا باش يقلبوا هذاك لو ليان بينهم وبين الوطن. الانتخابات الحمد لله كانت مليحة، منظمة تنظيم شباب الحمد ربي. الجزائر تاعنا ومام القرانا بعاد ونحبوا بلادنا ونحبوا الناس اللي راهم هنا يخدموا، فرحونا في الباب ديجا استقبلونا مليح. جينا نقوموا بالواجب تاعنا، الواجب الوطني. هذا عرس وطني، هذا انتخابات اليوم عرس وطني، وهذه الفترة يعني مهمة جدا لبلادنا، خاصة في حالة يعني العالم اللي راه يشهد هذه الحالة، حالة من الغليان. يعني لازم استقرار لبلادنا، استقرار سياسي اقتصادي، يعني هذا واجب وطني، ولازمنا نحافظوا على بلادنا. وإن شاء الله ما يكون غير خير وتحية الجزائر. C'est le premier jour, on a toute la semaine pour exprimer notre choix et puis je pense que c'est important. إنه اليوم الأول وأمامنا الأسبوع كاملا للتعبير عن خيارنا. أعتقد أنه من المهم الذهاب للتصويت لأن الجزائر تدخل على أبواب عهد جديد حيث يمكن للشعب التعبير عن آرائه واتخاذ خيارات هامة لمستقبل البلاد ومستقبلنا الخاص. هذا واجب وطني ونتخذه في أول مرة. ونطلب من الشعب الجزائري الحضور، من الجالية الجزائرية خاصة الحضور الأكثر لتأكد بهذا العرس الوطني، وإن شاء الله تفوت في ظروف حسنة. تاع اليوم هنا عندنا المهم البداية تاع العرس الانتخابي الجزائري اليوم هنا عندنا في الخارج. بدينا احنا يعني موجسيكم لو ديليغي جيتي دوبي 7 دو ماتان، راني هنا متواجده هنا ديكو سبحان الله. يعني اللي لفت نظري اكثر انه 6:30 يافي يعني دي فيو ما شاء الله اللي جايين على الصباح وفرحانين باش يفوتوا aujourd'hui. Rentrée des classes aujourd'hui et malgré ça un bel engouement de notre communauté algérienne en France. رغم تزامن الانتخابات مع العودة لمقاعد الدراسة، إلا أن الجالية الجزائرية هنا في نونتير بفرنسا جاهزة بما في ذلك القنصلية. لاحظنا أن هناك إقبالا من الناخبين على مكاتب الاقتراع منذ 7 صباحا، وهذا يؤكد صلابة ديمقراطية بلادنا وصلابة هيئاتنا من أجل إتمام واجبنا الانتخابي. كما انطلقت صباح الاثنين في القنصلية العامة للجزائر بالمملكة المتحدة عملية تصويت أفراد الجالية الجزائرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية. عملية التصويت التي تستمر لغاية 7 من الشهر الجاري شهدت إقبالا معتبرا لأفراد الجالية في يومها الأول. هذا وخصصت القنصلية الجزائرية في لندن كل الإمكانات لاستقبال الناخبين في أحسن ظروف لإنجاح العملية الانتخابية. انطلقت اليوم الاثنين 2 سبتمبر 2024 العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية بلندن على 8:00 صباحا
بحضور جميع أعضاء مكتب التصويت وممثل عن المترشح الحر. وقد انطلقت هذه العملية في ظروف جيدة وسط تنظيم محكم، بحيث تم توفير كل الوسائل المادية والبشرية واللوجستية لإنجاحها. كجزائريين جينا نديروا الواجب تاعنا، لأن نظن كل شخص هذا الواجب تاعه باش يجي ينتخب، حتى ولا ينتخب ما ينتخبش يعني يدير ما على حتى واحد، بصح يجي ينتخب تسمى يدير الدور تاعه كجزائري في الانتخابات. اليوم الانتخاب كان واجب على كل مواطن، وجينا نديروا الخدمة الواجب تاعنا، ونتمنى ان شاء الله البلاد تكون مليحة، وهذا هو السبب اللي خلانا باش نجيو نفوتيو. هذا وشهد اليوم الأول من الاقتراع للرئاسية الجزائرية إقبالا معتبرا لأبناء الجالية الجزائرية المقيمين في تونس على مكاتب التصويت، في مسعى لتكريس المسار الديمقراطي وتجديد العهد مع التنمية والمشاركة في النهضة الشاملة للبلاد. مفادة قناة الجزائر الدولية لتونس رافقت عملية الاقتراع في يومها الأول ورصدت المشهد في الرابورتاج التالي. يقبل الجزائريون المتواجدون في تونس بكثافة على مكاتب الاقتراع للانتخابات الرئاسية. هنا كان مقر وزارة التسليح والاتصالات العامة معروفة باسم المالك إبان ثورة التحرير، وفيه يتجدد العزم أن يحيى الوطن بعدما تحول إلى مقر القنصلية العامة الجزائرية في تونس، عزم يتجلى مع استجابة الجالية الجزائرية للنداء بإقبال كثيف شهدته مكاتب الاقتراع في أول أيام التصويت. تسعديت واحدة من النساء الجزائريات اللواتي حملهن الشغف وحب الوطن إلى هذا المكان لأداء واجبها الوطني، رغم أن ظروفها باعدت بينها وبين الجزائر لنحو نصف قرن، إلا أن البعد عزز لديها حب الانتماء لوطنها. عايشة في تونس أكثر من 40 سنة، معناتها جيت صغيرة بالكل، ما نسيتش بلادي، وباقي عندي عين معناتها على بلادي باش نشوف شنو هو التقدم، شنو اللي فما وما كاش، واش كاين واش ما كاش. وان شاء الله نتمنى الرئيس الجديد هذا يزيد يحسن ويمشي دائما معناتها القدام. كل الفئات أقبلت على مراكز التصويت، وكل منهم يحمل أملا ومطلبا وحلما يتطلعون لأن يحوله الرئيس المقبل للبلاد إلى حقيقة. الجزائر اللي دون لو بون سونس، واحنا ان شاء الله نساهموا احنا واولادنا في هذا الديفلوبمون هذا اللي سبقوا معناها ابائنا واجدادنا. نصوت على بلادي، احنا نحبهم نعزهم، وديما نجي لهنا ويقضيوا لي قضيتي ويعطيوني الاوراق المضامين. ناخبون اخرون فضلوا ان يعيش اولادهم معهم اللحظه، وكيف أن حب الوطن يسري في العروق جيلا بعد جيل، مشددين على ضرورة انخراطهم في مسيرة بناء الوطن وخدمته مهما كانت الظروف. جيت فوتيت اليوم وجبت معي ولدي، حبيته يستانس على الأجواء نتاع الانتخابات، وديما نذكروه ببلاده ونذكروه ويشوف عالم بلاده، رغم أنا عندي مدة طويلة نعيش هنا في تونس. فوالا، وقمنا بالواجب نتاعنا وبالحق نتاعنا، وإن شاء الله تزير من حسن إلى أحسن. دور الجالية الجزائرية في تونس يحفظه التاريخ، فقد كان لها الفضل في مساندة الثورة التحريرية بالسلاح والعتاد والمؤونة ليجددوا العهد اليوم مع إرادتهم لاندماج في مسار التنمية. بدايات الامتزاج والوفود على تونس كانت تعود إلى ما قبل الثورة، من وضع عهد الاستعمار. معناتها الجالية الجزائرية عندما نزحت هنا لم يكن بقصد الهروب أو الانعزال، معناتها الهروب من الثورة من القمع الفرنسي، بل كانت سندا قويا للثورة إلى جانب الشعب التونسي، توفر السلاح توفر المؤونة. أثبتت الجالية الجزائرية بمشاركتها المكثفة في الاقتراع اليوم أن حب الوطن لا تنال منه المسافات ولا الجغرافيا، وأن الجزائر هي الثابت الذي يظل مغروسا في قلوب الجزائريين مهما كانت الظروف. أم الخير حميدي، قناة الجزائر الدولية من العاصمة تونس. بدأ الجزائريون المقيمون في لبنان الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المسبقة في مقر السفارة الجزائرية ببيروت،
أكد رئيس مكتب الاقتراع في العاصمة اللبنانية وليد جمعة أن الناخبين أدلوا بأصواتهم في ظروف حسنة، مضيفا بأن العملية تتم تحت إشراف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. بدأنا عملية انتخابية بسفارة الجزائر ببيروت، وإن شاء الله خير، ونحن الحمد لله متفائلين، والبركة بالأخوان موجودين، والجالية الجزائرية موجودة عنا بلبنان. نحن متأمل إن شاء الله خير لكل شيء، والحمد لله الأكيب الموجود معي على ما يرام، وكلنا متشجعين، وكلنا واجبنا ونخدم بالبلد. الحمد لله نحن تحت سلطة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. نحن مع القانون، مع السلطة بكل الموارد، بكل شيء، ما نتخطى أي شيء نحن. كما انطلقت الاثنين في الكويت عملية الاقتراع للرئاسية الجزائرية، حيث توافد أبناء الجالية الجزائرية على مختلف مكاتب الاقتراع لأداء واجبهم الانتخابي. وعبر الناخبون عن أملهم في أن يكون الاستحقاق الانتخابي محطة أساسية نحو تحقيق انشغالاتهم ومطالبهم، مؤكدين حرصهم على الانخراط بشكل كامل في عملية التنمية الوطنية. أدينا الواجب الانتخابي، انتخابات رئاسية دولة الكويت، أحد أعضاء الجالية الجزائرية بالكويت، والأمور كلها تنظيم واستقبال، الله يجزيهم بالخير، وإن شاء الله تتم العملية الانتخابية بكل سلاسة وكل خير إن شاء الله. أدي واجبي وحقي الدستوري كمواطن جزائري. الأجواء كانت طيبة، السفارة مشكورة وفرت كل الإمكانيات وكل التسهيلات للمواطنين حتى يكون أدائهم الانتخابي في كامل الأوجه اللي لازم تكون فيها. في تركيا أغلقت مكاتب الاقتراع أبوابها في اليوم الأول للتصويت برسم الانتخابات الرئاسية الجزائرية، وعرفت العملية توافدا معتبرا لأبناء الجالية الجزائرية المقيمين في اسطنبول كبرى مدن البلاد، بالتزامن مع تواصل التصويت في مكتب العاصمة أنقرة إلى غاية السبت المقبل. أولا جيت نأدي حقي وواجبي الانتخابي اللي كل جزائري المفروض أنه يقوموا بالواجب، وحاجة ثانية أنه أكيد بلادنا، وكنت تخرج برا راح تولي تحس أكثر أنه بلادنا. نتمنى لها كل خير إن شاء الله، وإن شاء الله تكون العملية الانتخابية كامل. كانت التنظيم كان هاي رائع، من تقريبا من أول ما وصلنا هنا مع القنصل العام، من كامل طاقم العامل على مستوى القنصلية العامة، كان استقبال رائع، كان كل شيء جيد جدا. جيت اليوم الأول من الانتخابات لأؤدي واجبي الوطني، والحمد لله العملية تسير بظروف جيدة، وأتمنى أنه كل واحد مواطن داخل وخارج الوطن يقوم بواجبه، لأنه كل صوت له أهميته. طبعا اليوم سويت انتخابات، وكان هناك الجو بزاف حلو، يعني هناك كتير حلو، وهناك أجواء عادية، وجينا هناك نقدم الواجب الوطني يعني، وفي انتخابات. اليوم جيت كمواطنة جزائرية مقيمة هنا بتركيا، جيت نأدي الواجب الوطني تاعي. ما عندي التزامات بصح الواجب الوطني تاعي هو أولى، وإن شاء الله نتمنى كاع الجالية الجزائرية جيت تأدي الواجب تاعها في هذا النهار. هذا وشهد اليوم الأول من عملية اقتراع الجالية الجزائرية المسجلة على مستوى القنصلية الجزائرية العامة في نيويورك لرئاسيات 7 سبتمبر إقبالا معتبرا. انطلقت عملية التصويت في حدود الساعة 8 صباحا بالتوقيت المحلي، وستستمر العملية إلى غاية يوم السبت المقبل في حدود الساعة 7 مساء. واعتبر المسؤول الأول عن مراقبة الانتخابات في القنصلية الجزائرية العامة بنيويورك رياض جرادة، اعتبر بأن الإقبال الكبير على التصويت تعبير عن رغبة الجزائريين في تكريس المسار الديمقراطية. الناس كانوا يعني فرحانين وجاوا يعني في الوقت، يعني هذا دليل على أنه يحبوا بلادهم وجاوا يساهموا في الانتخابات الرئاسية. وإحنا هنا يرانا هنا في طبيعة الحال على المساهمة في تثبيت المسار الديمقراطي. أنا أتيت اليوم للمقر علشان أنتخب. كل الجالية الجزائرية من المهم المفروض أن تنتخب للرئاسة الجزائرية، وهذا فخر و
حاجة كبيرة يعني، لما الجالية كل الجارية تنتخب لازم على كل الجارية الجزائرية تنتخب. بدورهم شرع الجزائريون المقيمون في العاصمة الفنزويلية كاراكاس في الإدلاء بأصواتهم ضمن الاستحقاق الانتخابي. وأوضح ناخبون جزائريون عقب العملية بأن تصويتهم اليوم هو جزء مهم وأساسي من ممارسة المواطنة، مشددين على تطلعهم بأن تسهم المحطة الانتخابية في الدفع بمسار التنمية للبلاد. أنا مواطنة جزائرية، اليوم جيت باش ننتخب. الأجواء جد رائعة هنا في المركز الانتخابي. أنهت السفارة الجزائرية في مصر التحضيرات الخاصة باستقبال الناخبين من أفراد الجالية بداية من يوم الثلاثاء لأداء واجبهم الانتخابي. وأشار القائم بالأعمال بالنيابة في السفارة الجزائرية بالقاهرة أمين صيد إلى الجاهزية التامة لمركز استقبال الناخبين الجزائريين المسجلين، وأن كل ظروف مهيئة لضمان أداء الواجب الانتخابي على أكمل وجه. بالنسبة لعملية التصويت ستبدأ غدا صباحا من الساعة 9 إلى الساعة 7 مساء، بطبيعة الحال على مدار 5 أيام، تبدأ من يوم الغد إلى غاية يوم السبت 7 سبتمبر. وطبعا خلال هذه المدة هناك نحن من المنتظر إن شاء الله أن يتوافد ما يقارب 2000 مسجل أو تقريبا 1883 مسجل في القائمة الانتخابية بمركز القاهرة، في مكتبين، مكتب رئيسي في مقر السفارة الوجد الذي نحن موجودين فيه اليوم، وهناك مكتب ثاني بمدينة الإسكندرية. طبعا لدينا شريحة من الجالية مقيمة في مدينة الإسكندرية وضواحيها، فلتسهيل العملية الانتخابية قمنا كالعادة طبعا بفتح هذا المركز وبتوفير كل الوسائل الضرورية اللازمة لقيام بالعملية الانتخابية. إلى ذلك تواصل السفارة الجزائرية في العاصمة الصينية بكين تحضيراتها تحسبا لفتح مكتب للاقتراع في بكين اعتبارا من الخميس المقبل. مفادة قناة الجزائر الدولية لبكين فاطمة الزهراء فرجاني رصدت في تدخل سابق مجريات الاستعدادات للانتخابات الرئاسية الجزائرية في العاصمة بكين. نحن هنا في العاصمة الصينية بكين، تحديدا في السفارة الجزائرية التي بدأت تحضيراتها اللوجستية لافتتاح مكتب الاقتراع الوحيد من أجل استقبال الناخبين من الجالية الجزائرية للإدلاء بأصواتهم انطلاقا من 5 إلى 7 سبتمبر. وتتوقع السفارة إقبالا كبيرا للناخبين الجزائريين الذين يبلغ عدد المسجلين منهم 400 جزائري يستوفي الشروط حسب إحصائيات حديثة. استعرض المترشح للرئاسية الجزائرية يوسف شيشة الاثنين المحاور الكبرى لبرنامجه الانتخابي الذي يرتكز على برامج تنموية في مختلف المجالات بما يستجيب لطموحات وأمال المواطنين وفق وصفه. أشيش في نشاط جواري بشوارع وسط مدينة وهران غرب الجزائر عبر عن أمله في بناء دولة متطورة تضمن حقوق كل الجزائريين في حال انتخابه رئيسا للبلاد، مذكرا بالمناسبة بأن برنامجه الانتخابي يعد بإنشاء أقطاب اقتصادية محلية تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الثقافية والجغرافية لكل منطقة. الأمم قدمنا برنامج رئاسي طموح، برنامج رئاسي يؤسس وينظر للتغيير في كل المجالات، ونحن كلنا أمل بأن يلقى الدعم والسند من طرف الجزائريات والجزائريين الذين هم ملزمون بطريقة أو بأخرى للخروج وبقوة للتصويت يوم 7 سبتمبر، وهذا لأجل فرض التغيير، لأجل دعم مرشح التغيير والمساهمة في بناء جزائر مزدهرة ومتطورة في كل الميادين. فيما يخص الحماية الاجتماعية التي أسسنا لها ونظرنا لها ارتباطا وتماشيا بتجندنا المستمر لتكريس الدولة الاجتماعية كما تأتت في وعد نوفمبر 1954. من بين هذه الإجراءات هي الرفع من
من الأجور والرفع من المنح العائلية وأيضا إعادة العمل بالحق في التقاعد المسبق والتقاعد النسبي. فيما يخص أيضا الرفع من القدرة الشرائية للمواطنين، نحن نعد بأننا سوف ننتهج سياسة لتسقيف الأسعار أو لتجميدها إن اقتضت الضرورة ذلك، وهذا لضمان يعني وصول متساوي لكل الجزائريات والجزائريين. المواطن الجزائري خاصة الشباب منهم يجب أن يتحملوا مسؤولياتهم كاملة غير منقوصة، ويتجندوا بصفة فعلية لصناعة مستقبلهم ولبناء مستقبلهم بأنفسهم، لأنه ما نستناوش أي أحد يغير أحوالنا، لازم نكونوا فاعلين التغيير. قال إبراهيم الراد مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسية الجزائرية عبد المجيد تبون من سوق أهراس أقصى شرق الجزائر إن المترشح تبون أولى عناية فائقة للأمن المائي، حيث تم إنشاء 18 محطة لتحلية مياه البحر مع إمكانية زيادة العدد إذا لزم الأمر، وكذا ربط السدود ببعضها. العملية الكبرى تاعو على الأقل بالنسبة بداية للشريط الساحلي هو إنجاز العديد من المحطات حتى يؤمن هذا المورد هذا بالنسبة لكل الجزائريين. مرنا قريب 16 محطة، ما اكتفش بهذا، احنا لنا في الشرق مثلا ربما ليس في الشرق الحدودي هذا، ولكن من جهة بني هارون ميلا في بعض المناطق بجايها جيجل كان سدود تعمر احيانا تعمر خوفا من كل المقاطنين اسفل، اذا هذا السد يفرغوهم خدمة عمرو في ظرف وجيز، قال له هذا غير ممكن وهذا خسارة، لكن درنا السد حنا باش نستفيدوا منه. إذا هذه السدود سيتم ربطها بما يسمى بالتحويلات الكبرى بقنوات كبرى. قال رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق إن الاستقرار وإنجازات المترشح الحر عبد المجيد تبون في عهداته الأولى تقلق بعض الكيانات ودول الجوار. بوطبيق ولدى تنشطه نشاطا حزبيا لصالح المترشح الحر لرئاسية المقبلة عبد المجيد تبون من ولاية تلمسان غرب الجزائر، أضاف بأن تحديات الجزائر تتمثل في الوعي الوطني والبناء الوطني، أما التحدي الثالث فيخص مواجهة مخاطر التقلبات الخارجية، مؤكدا أن هناك من يحاول تقزيم كل ما هو جزائري. يصلون ويجولون، يبقى العام التحدي رقم واحد هو الوعي الوطني، التحدي رقم اثنين هو البناء الوطني، التحدي رقم ثلاثة هو الاستعداد للمخاطر، الاستعداد لتقلبات الخارج. راكم تلاحظوا اليوم خرجوا عنا في أوروبا بعض الكيانات وحتى بعض الدول الجوار حابين يقزموا هذه العزيمة وحابين يعودوا إلى الوراء. هيتناكم هيتناكم الجزائريين أصبحوا واعين. لاحظتوا الرجل بنى علاقات قوية ونسجها مبنية على الاحترام. أشقائنا في تونس يصلون ويجولون، طرقات تشق، وخط سكة الحديد الذي كان متوقفا لمدة سنين اليوم راه في تونس مبنية العلاقة على الأخوة والمحبة والجوار، وفي إطار السيادة هم إخواننا ظهروا لنا ونحن كذلك. كذلك موريتانيا أسس إلى علاقات سابقة قوية أسسها كذلك الدفاع المشترك على سيادتنا وكرامتنا، موش الاتيان بكيانات أقولها بكيانات لضرب عنق الأمة لضرب الاستقرار الوطني. قال المترشح للرئاسية الجزائرية عن حركة مجتمع السلم عبد العالي حسن الشريف إن برنامجه الانتخابي فرصة يحمل في طياته العديد من الفرص للشعب الجزائري يجب استغلالها مستقبلا للرفع من القدرة الشرائية للمواطن. حسن الشريف وفي لقاء جواري في مدينة ولاد عدي القبالة بولاية المسيلة شرق الجزائر أكد أن المنطقة حاضنة لكل العادات والتقاليد في نشر الخير، وستكون لها القدرة على المساهمة في تحقيق برنامجه الانتخابي في حال فوزه في الرئاسية. هذه المنطقة هي منطقتنا، هذه المنطقة هي منطقة أهلنا، هي منطقة أبائنا أجدادنا أعمامنا أخوالنا موالينا من كل جهة. ولذلك إخواني هنا جيناكم طلبا للنصر والدعم، وطلبا لأن تكونوا معنا في إطار المشروع الكبير اللي رانا حاملينه للجزائر والجزائريين، مشروع الفرصة اللي فيه فرصة للشباب وفيه فرصة للنساء وفيه فرصة للعمال
فيه فرصة للإطارات وفيه فرصة للكفاءات وفيه فرصة للمستثمرين وفيه فرصة للتجار وفيه فرصة كيفاش نرجعوا كرامة المواطن ونرجعوا له كرامته بحيث يعود يقدر عنده إمكانيات تاع قدرة شرائية، يعود عنده إمكانيات كيفاش يقري أولاده، عنده إمكانيات كيفاش يجيب سيارة، كيفاش يدير بيت، إمكانيات اللي تخليه يعيش كريم في هذه البلاد هذه. هذه المنطقة معروفة بخيرها، معروفة برجالها، معروفة بمجاهديها، معروفة بعلمائها، معروفة بماضيها وتاريخها الحافل بالأحداث، وكانت دائما منطقة في إطار المشروع الوطني، في إطار مشروع الحفاظ على الجزائر، في إطار مشروع الحفاظ على استقلال الجزائر. هذه المنطقة هي منطقة دائما تحتضن الخير، تحتضن سبل الخيرات، دائما منطقة سباقة إلى دعم العلم والعلماء، إلى دعم المجاهدين اللي قاموا بثورتنا هنا، وكان كثير من آبائنا اللي راهم في هذه المنطقة. هذه المنطقة توفر كثير من الفرص لشبابنا ونسائنا وعمالنا. هذه المنطقة يا إخواني بالعايبة وغيرها ومجاورها كلها بلاد اللي نعتقد أنها لديها الإمكانيات وباش تساهم معنا في برنامج الفرصة إن شاء الله. وفي سياق العد التنازلي للانتخابات الرئاسية، ينتظر أن تبدأ ليلة الأربعاء فترة الصمت الانتخابي التي تعني نهاية الحملة الانتخابية. وفي هذه الفترة المحددة بثلاثة أيام قبل يوم الاقتراع، يلتزم المترشحون بعدم القيام بأي نشاط، كما يفرض على وسائل الإعلام عدم نشر أو بث أي سبر للأراء يتعلق بنوايا الناخبين في التصويت وقياس شعبية المترشحين. أخبارنا متواصلة. وفي شان آخر، بتكليف من الرئيس الجزائري، حل وزير الخارجية أحمد عطاف الاثنين بالعاصمة الصينية بكين للمشاركة في أشغال الدورة التاسعة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون الإفريقي الصيني المزمع تنظيمه يوم غد 3 سبتمبر الجاري. بيان للخارجية الجزائرية أوضح بأن الاجتماع الوزاري يندرج في إطار التحضير للقمة الإفريقية الصينية الرابعة التي ستعقد يومي 5 و 6 سبتمبر الجاري تحت شعار بناء مستقبل مشترك لإفريقيا والصين. المصدر ذاته أضاف بأن القمة ستعمل على تقييم التقدم المحرز في تجسيد مختلف برامج التعاون والشراكة بين الدول الإفريقية والصين في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية، وكذا تحديد أهداف جديدة لعلاقات التعاون والشراكة وفق نهج يستجيب لاحتياجات وتطلعات الطرفين. وعلى هامش أشغال هذا الاجتماع الوزاري، من المنتظر أن يعقد وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف لقاءات ثنائية مع العديد من نظرائه الأفارقة. أعلنت الصين الاثنين عزمها التوقيع على عدد من خطط التعاون الجديدة مع دول أفريقية خلال القمة المشتركة التي ستجرى أشغالها في بكين. وكشف مدير قسم الافتتاح الإقليمي للجنة الصينية للتنمية والإصلاح شو جيان بينغ أن العقود المرتقب إبرامها تندرج ضمن مبادرة الحزام والطريقة. المسؤول الصيني أوضح بأن المشاريع التي شيدت بالشراكة مع بلاده على غرار خطوط السكة الحديدية ساهمت بشكل فعال في تعزيز شبكة النقل في دول القارة السمراء. في قمة منتدى التعاون الصينية الإفريقية المقبلة، ستوقع الصين عددا من خطط التعاون الجديدة مع بعض الدول الأفريقية لبناء الحزام والطريق بشكل مشترك. بالنسبة للسكك الحديدية، فإن مشاريع مثل سكة كينيا الرابطة بين مومباسا ونيروبي، ومشروع جيبوتي في إثيوبيا، وأيضا خط لاغوس إبادان في نيجيريا والتي شيدتها الشركة الصينية، ساعدت إفريقيا بشكل فعال على بناء شبكة سكك حديدية أساسية. إلى ملف الإبادة في فلسطين وآخر التطورات الميدانية بعد الفاصل.
استشهد 48 فلسطينيا على الأقل وأصيب أكثر من 70 آخرين جراء ارتكاب قوة الاحتلال الصهيوني 3 مجازر جديدة في قطاع غزة خلال 24 ساعة. وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على القطاع إلى 40,786 شهيدا، بالإضافة إلى 94,224 جريحا منذ 7 أكتوبر من العام الماضي، فيما لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات. استشهد 9 فلسطينيين على الأقل وأصيب العشرات إثر غارات شنتها قوات الاحتلال الصهيوني فجر الاثنين على مناطق متفرقة وسط وشمال قطاع غزة. وأفادت مصادر طبية باستشهاد 4 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف جوي استهدف منزلا في مخيم البريج شمال القطاع، كما ارتقى 4 شهداء وجرح آخرون جراء قصف طيران الاحتلال سيارة مدنية مقابل عيادة الرمال غربية مدينة غزة. وفي وسط القطاع نقل جثمان شهيد وعدد من الجرحى إلى مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح إثر قصف صاروخي على مجموعة من الفلسطينيين في شارع صلاح الدين. هذا واستشهد 5 فلسطينيين وأصيب آخرون الاثنين في قصف صهيوني استهدف تجمعا لمواطنين أمام مدرسة الفاخورة بمخيم جباليا شمالي قطاع غزة والتي تؤوي نازحين. وأفاد الدفاع المدني بغزة في بيان له بنقل الشهداء 5 إلى مستشفى كمال عدوان في المخيم بعد قصفهم من قبل طائرة الاحتلال. كما أفاد الدفاع المدني بنقل مسعفين شهيدين وعدد من الجرحى إلى عيادة الشيخ رضوان شمال مدينة غزة بعد قصف طائرة الاحتلال منزلا في منطقة الزرقاء بحي التفاح شرق المدينة. الناس قاعدين نازحين بيشتروا اغراض من البياعين، قصفوا الصغار كلهم صغار اشلاء، قتلوا الاطفال لوين؟ خلاص يا عمي بكفي لوين؟ قصف المكان هذا، هذا المكان عباره عن ناكر، كان فيها ناكر عن معجلات يبيع الاطفال، قصف المكان هذا فوق فوق البنادمين والاطفال، الاطفال اللي بيطلعوا من هنا ولا واحد في الطبيعه كله اشلاء، كله اشلاء قسما بالله العظيم، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا اسرائيل. قتلوا الاطفال عشان ايش؟ عشان يقولوا احنا مخربين. كشفت وكاله غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين اونروا ان الاحتلال دمر اكثر من 70% من المدارس التابعه لها في قطاع غزه منذ بدء العدوان. المفوض العام للوكاله فيليب لازاريني اوضح في منشور على منصه اكس الاثنين بان نحو 600,000 طفل نصفهم كانوا في مدارس اونروا يعانون صدمه شديده ويعيشون تحت الانقاض بعد تدمير ما يزيد عن 70% من المدارس كليا او تضررها بشكل جزئي. لازاريني أكد أن غالبية هذه المدارس أصبحت ملاجئ مكتظة بمئات آلاف الأسر النازحة ولا يمكن استخدامها للتعليم. نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو لمحتجزة إسرائيلية لديها تطالب رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بالعمل جديا على صفقة تبادل يتم من خلالها الإفراج عن المحتجزين لدى حماس. وأشارت كتائب القسام إلى أنه بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات جديدة لمقاتليها المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم في حال اقتراب جيش الاحتلال من مكان احتجازهم. אני פונה אליך בנימין נתניהו, זה ששחרר מעל 1,000 מחבלים בעסקת שליט. כרגע דורשים פחות מרבע על כל אחד מאיתנו. אני לא מצליחה להבין, אני שווה פחות? אני אזרחית מדינת ישראל שמילאה וממשיכה למלא את כל חובותיה למדינה. איך אני עדיין נמצאת פה? אני פונה לכל עם ישראל, צאו לבחור. أكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة صدور تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم في حال اقتراب القوات الصهيونية من مكان احتجازهم.
وأشار أبو عبيدة في منشورات عبر قناته في تطبيق تيليجرام إلى أن إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم داخل توابيت، محملا نتنياهو وقوات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهما تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة على حد تعبيره. نتنياهو وقوات الاحتلال وحدهما من يتحملان المسؤولية الكاملة عن مقتل الأسرى بعد تعمدهما تعطيل أي صفقة لتبادل الأسرى لمصالح ضيقة، علاوة على تعمدهما قتل العشرات منهم من خلال القصف الجوي المباشر. نقول للجميع وبشكل واضح إنه بعد حادثة النصيرات صدرت تعليمات جديدة للمجاهدين المكلفين بحراسة الأسرى بخصوص التعامل معهم في حال اقتراب قوات الاحتلال من مكان احتجازهم. إصرار نتنياهو على تحرير الأسرى من خلال الضغط العسكري بدلا من إبرام صفقة سيعني عودتهم إلى أهاليهم داخل توابيت، وعلى عوائلهم الاختيار إما قتلى وإما أحياء. بثت المقاومة الفلسطينية مشاهد لأسرى الاحتلال الستة الذين زعمت القوات الصهيونية العثور على جثثهم داخل أحد أنفاق غزة بعدما قتلوا بغاراتها على القطاع. وعرضت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس مقطع فيديو بعنوان ساعات، وسنعرض لكم رسائلهم الأخيرة. تضمن لقطات مقتضبة لكل واحد من الأسرى الستة وهم يعرفون بأنفسهم. שמי דובנוב אלכסנדר, בן 32 אשקלון. שמי קרמל גת, בת 39 מבארי. My name is Hirsch Goldberg Poland. I was born in Berkeley, California, and I currently live in Jerusalem, Israel. وفي الضفة الغربية المحتلة ارتفعت الاثنين حصيلة الشهداء إلى 18 شهيدا جراء عدوان الاحتلال المستمر على جنين ومخيمها وعدد من بلداتها لليوم السادس على التوالي. ونقلت وسائل إعلام فلسطينية بأن الاحتلال يواصل اجتياحه وحصاره لمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة لليوم السادس تواليا، كما انسحبت قواته في وقت متأخر من مساء الأحد من الحي الشرقي بعد حصار دام 5 أيام. كما تخللت عملية الاقتحام حملات اعتقالات واسعة للفلسطينيين، إضافة إلى تدمير واسع للممتلكات المواطنين والمرافق العامة والخاصة والبنية التحتية منها شبكة المياه والكهرباء. اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني مساء الاثنين مدينة طول كرم من جهتها الغربية وجابت شوارعها وأحيائها. ووفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية فإن قوات الاحتلال وبمرافقة عدد من الجرافات اقتحمت عددا من الأحياء في المدينة قبل أن تحاصر مستشفيي شهيد ثابت الحكومي والإسراء التخصصي وسط اندلاع مواجهات. المصادر ذاتها أضافت بأن جرافات الاحتلال شرعت في عمليات تجريف للأحياء بالمدينة، فيما دفعت قوات الاحتلال بمزيد من التعزيزات الأمنية إلى المنطقة. قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسيرة الفلسطينية الاثنين إن الاحتلال الصهيوني ارتكب جريمة مركبة في حق الشهيد الفلسطيني أيمن راجح عابد من مدينة جنين، وذلك بعد اعتقاله من منزله رهينة للضغط على نجله لتسليم نفسه وإعدامه ميدانيا بالضرب والتعذيب. هيئة شؤون الأسرى في بيان لها أكدت أن المعاينة الطبية الأولية للشهيد عابد الذي وصل إلى مستشفى جنين بيّنت أثر القيود والضرب والتعذيب على جسده، الأمر الذي يؤكد استشهاده نتيجة التعذيب، خاصة وأنه حسب عائلته لم يكن يعاني من أي مشاكل صحية خطيرة أو مزمنة. أسيرا من الجهاد الإسلامي قد سلموا أسماءهم كمدرك. أعلنت كتاب القسام الاثنين مسؤوليتها عن العمليتين الاستشهاديتين في مستوطنتي جوتشاتسيون وكرمتسور الصهيونيتين قرب مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية. ونعت كتاب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس منفذي العمليتين محمد مرقة وزهدي أبو عفيفة
القسام أكدت أن محافظة الضفة بلا استثناء ستبقى تخبئ المزيد مما وصفته بالمفاجآت المؤلمة والكبرى للمحتل الصهيوني، مضيفة بأنها ستواصل إسناد وإمداد المقاومين في الضفة بالعتاد والمعلومات. أعلنت المقاومة الفلسطينية استهداف قوة صهيونية مقتحمة لمخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة بالأسلحة الرشاشة، وأبثت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية الاثنين مشاهد لما قالت إنه استهداف لقوة صهيونية راجلة بالأسلحة الرشاشة في محيط مخيم جنين. قالت الخارجية الفلسطينية إن ما يسمى برئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو يخترع العقبات أمام اتفاق الهدنة بهدف إطلاق حرب الإبادة وإطالة حرب الإبادة والتهجير. الخارجية الفلسطينية وفي بيان لها الاثنين أكدت أن عجز المجتمع الدولي عن تحقيق وفرض الوقف الفوري لإطلاق النار يعطي نتنياهو وأتلافه اليميني الحاكم الفرصة لكسب المزيد من الوقت لإطالة أمد الحرب وأمد بقائه في الحكم، مشيرة إلى أن نتنياهو يواصل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة بتعيين مسؤولين عسكريين لإدارة شؤونه المدنية. بات واضحا أن نتنياهو يواصل فرض وقائع جديدة على الأرض في قطاع غزة، وقام بتعيين مسؤولين عسكريين لإدارة شؤونه المدنية، ويكرس احتلال القطاع والسيطرة على حدوده بحجج وذرائع واهية، ويقوم بالتعطيل وتخريب مفاوضات الهدنة، وتستنجد حكومته بدوامة العنف وإشعال الحرائق في ساحة الصراع، وتسعى إلى توسيع دوائرها لتشمل الضفة الغربية المحتلة والإقليم لتحقيق الأهداف ذاتها. الشروط التي يروج لها نتنياهو لليوم التالي للحرب ورفضه لعودة قطاع غزة إلى الشرعية الفلسطينية تندرج في إطار سياسته القائمة على استمرار الفصل بين الضفة والقطاع لضرب فرصة تجسيد دولة الشعب الفلسطيني. بدوره أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن الاثنين عرقلة بنيامين نتنياهو الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة. بايدن وفي تصريحات أدلى بها لدى وصوله إلى البيت الأبيض اعتبر أن نتنياهو لا يبذل جهدا كافيا للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الصهاينة. هل تعتقدون أن بنيامين نتنياهو يبذل جهدا كافيا بشأن التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن؟ لا، التوصل لاتفاق لإطلاق سراح الرهائن للمحتجزين في غزة أصبح قريبا للغاية. أبلغ مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان عائلة الأسرى الأمريكيين في غزة بأن الرئيس جو بايدن يدرس تقديم اقتراح نهائي لوقف إطلاق النار في غزة في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مصدرين على دراية مباشرة بالاجتماع بأن مقتل 6 أسرى في القطاع زاد من الشعور بالإلحاح بين كبار مساعدي بايدن للدفع من أجل التوصل إلى اتفاق في أقرب وقت ممكن. أخبار الرياضة، تحتل الجزائر المركز 23 مؤقتا في سلم الترتيب للعام الأول الأكثر تتويجا في الألعاب البارالمبية الجارية بباريس. الجزائر تمكنت من نيل ذهبيتين وبرونزيتين بفضل تألق أبطالها في منافسة ألعاب القوى تتمركز في المرتبة 2 عربيا وأفريقيا، بعد تونس صاحبة المركز 22 برصيد ذهبيتين وفضية واحدة. ويعول الوفد الجزائري المكون من 26 رياضيا على مواصلة حصد المزيد من الميداليات في قادم الأيام لمضاعفة حصيلة الجزائر في البارالمبياد. ختام النشرة، شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.